الواتساب بقاله فترة طويلة ما بيعملش أي تحديثات جديدة، وفي نفس الوقت مش عارف ينافس مع التليجرام اللي بدأ ياكل منه السوق، لكن كل ده بدأ يتغير بعد ما واتساب بدأ ينزل مميزات جديدة. وأول حاجة زي الفيسبوك بالظبط دلوقتي تقدر إن أنت تعلق إيدك على أي رسالة موجودة عندك على الواتساب وتبعت ليها رياكشن او الايموجيز اللي موجوده زي ما انت شايف، ودي هتخلي ناس كتير جدا ما تردش على الرسائل وتكتفي بالرياكشن. كمان الواتساب بدا يضم عند ناس كتير وبدا يوصل الميزه دي لناس كتير، ان انت تقدر دلوقتي تبعت ملفات لحد 2 جيجا مساحه، واللي كانت قبل كده لحد 100 ميجا فقط. كمان الدردشات الجماعيه على الواتساب هتزيد عددها من 256 شخص في المجموعه ل 512 شخص في المجموعه، والميزه دي هتبدا توصل لمستخدمين واحدة واحدة، يعني ممكن ما تكونش واصلة لك لكن هتوصلك قريب جدا. وبمناسبة ان احنا بنتكلم عن واتساب، في تريكات كده قديمة موجودة في الواتساب ممكن ما تكونش عارفها. لو كتبت اي كلمة او جملة او سطر بين نجمتين، الكلمة دي هتبقى بالخط العريض، ولو كتبت الكلمة دي او الجملة دي ما بين شرطتين مموجين، الكلمة دي هتبقى عليها خط كأنها مشطوبة بالظبط. تقدر تحطها طبعا في وسط الكلام لو انت عايز الكلمة دي تركز عليها ان هي مشطوبة. وفي حالة ان انت بتكتب انجليزي وعايز الكلمة تكون مايلة، حط الكلمة دي او الجملة دي ما بين شرطتين اللي بيبقوا تحت. حاجة كمان هتجيلك قريب جدا، وان انت تقدر تعمل رياكشن على الحالات بتاعت الواتساب. وبمناسبة الحالات، تقدر لو انت عايز تنزل حالات الواتساب بدون اي تطبيقات او برامج، تقدر تنزلها بالطريقة اللي موجودة هنا. ولو عايز ترفع جودة الصور اللي انت بتبعتها تقدر تشوفها هنا. ولو عايز تحافظ على الواتساب بتاعك من السرقة، شوف الحلقة اللي موجودة هنا. سلام.